سؤالين بس. احنا بس بنرحب بحضرتك معانا، والنهارده طبعا الجلسه الثانيه في المحاكمه، الثالثه في المحاكمه، فعايزين نعرف النهارده اليوم هيكون ماشي ازاي، توقعاتك ايه للجلسه؟ ان شاء الله اطلع الجلسه وانزل افرح كل اهلها وكل محبيها ان انا خدت اعدام الاثنين ونزلت بيه ان شاء الله. طيب في اضرار كتيره في القضيه ومشاكل حصلت؟ لا. طلعتكم بره القضيه؟ يعني طلعنا ازاي يعني وانا الام؟ لا يعني في مشاكل تانية، رفعت قضيه على بعض الاعلاميين او بعض الناس؟ ايوه، بعد الاعلاميين احمد رجب. ايه اللي حصل او ليه؟ المنصه بتاعته اكني اكرامي شريك معاه في نفس المنصه. رد فعلك على تعني عمر هريد عن القضيه؟ تنحي بتاعه تاني برضو، انت بتنكشني على نفس السؤال مش كده؟ ده ليه حاطط دماغك من نقره؟ استني يا خالتي، استني يا خالتي، استني يا خالتي، استني يا خالتي، عايز انت ايه بالظبط يعني؟ طب انا هجاوب. صباحتك حلوه زي ما صبحك على الصبح. خالتي خالتي عشان شايفاك انت كده شكلك كده عايز. لا 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 كلنا، لا والله لا، كلهم بيحبوك. ايه ده؟ لا يا خالتي، لا خالتي، اتفضل. طيب عمر هريجي بتتكلم على عمر هريجي؟ انا قلت قبل كده من شويه مثلا من نص ساعه ولا حاجه، كنت احييه واقول له شكرا يا فندم ان انت لما جات لك القضيه وقريتها عرفت ان المستشار ايمن حجاج قاتل فما تقبلش القضيه، لكن بمعنى كده انت قبلتها فما اقدرش اقول لك شكرا. في فلوس او في حاجه متحكمه في الموضوع طبعا، بتتحرك مع اطراف كتير زي اكرامي مثلا، اتعرض عليه بعض الفلوس مثلا او بعض المبالغ وتعرض على حضرتك برضه نفس الموضوع؟ انا ما تبص مكالمه تليفونيا الله اعلم من حد، من حد مزقوق، من حد معرفته الله اعلم، مكالمه تليفونيا يا جماعه، فما اقدرش اقول ان دول اهل ايمن او اهل اي او اهل حسين، ما اقدرش، مكالمه عاديه عابره. انما اكرامي وابوه لما سمعوا الملايين دي كلها عشان كده جم، الناس دي ما تعرفنيش ولا انا اعرفها. الاب ده انا مطلقه من 35 سنه تاني اسيماني. تمام. مسكي حاجه، ادي قسمتي كده ولا كده؟ شبك كان 35 سنه ولا لا؟ اه بيقولوا له يا حاج جمال، قال الصايح حاج، ادي باسبوري، ادي التاشيره، شوفوا التاشيره بتاعتي. اما انا طلعت عملت عمرتي، تاشيره اهي، يوريني الحاج اللي بيقول انا حجيت، ولا هو القاب؟ هو الحج القاب ولا فاعل؟ فعل مش كده؟ مش ألقاب. بقى الأب الصايع الخمرجي يتقال له يا حج، وأنا اللي حجيت يتقال يا مدام ماجدة، سوى من أحمد أو من ابني أو من طليقي، يوريني باسبوره. الخلافات دي ما بتأثرش على القضية؟ لا لا لا، ما ولا أي حاجة. ما هو الأب بقى عايز يبيع القضية عشان يقبض، جاي يطلب الحق المدني، راجل العره، الاب العره. ادي قسمتي، هل لي؟ ما رباهاش، ما صرفش عليها، ما اداهاش جنيه. جاي يطلب الحق المدني؟ جاي يطلب الحق المدني؟ تمام. بنت انا الام وانا الاب، وهغير اسمها. مش بنتي ماتت وهغير اسمها؟ ليه؟ غير اسمها باسمي، مش انا اللي ربيت وانا اللي علمت من العمر ده؟ ما هي عندها نفس العمر، هي ازيد من ده بسنه، بسنه وشهرين وثلاثه كده يعني. صبح على الصبح ده ان هم صبحي شويه قوي، ربنا يكون في عونك. انا بس الفكره كلها كمان اكرامي، انا قصدي ان اكرامي، ادي باسبوري وادي تاشيره وادي شركه الطيران اللي طلعت فيها. شيماء كانت ليها وصيه، فين هي الوصيه؟ المحامي اللي عنده الوصيه يطلبها. حضرتك وكلتي محاميه مين؟
دكتوره مها ابو بكر. طيب دكتوره مها كانت موجوده معانا وقالت ان في وصيه لشيماء. هي فين؟ هي المحاميه اللي حضرتك قلتيها. طب ماشي، طب هي فين يوروهاني؟ طيب الله اعلم. المحاميه اللي قالت، انا بسال حضرتك. حضرتك برضو وانا برد عليه، اللي عنده وصيه طلعها. فين هي الوصيه؟ في وصيه، وان هي موصيه لبنتها، واللي ان لما لو في ورثه او في حاجه يكون لكل بنتها. حتى لو ما فيش، انا زاد نفسي مالي كله لبنتها. ايوه. لا انا بتكلم على المحاميه ان هي قالت الكلام ده واحنا في ما اعرفش والله، ما اعرفش، انا اسالوها على فكره. قالت الكلام ده عشان استاذه مها حبيبتي وعلى عيني وعلى راسي، وهي المحاميه بتاعتي. هي قالت ان الوصيه اختفت، هي والاستاذ اشرف قالت ان الوصيه اختفت، وعاصم انجيل، الثلاثه المحامين ماسكين القضيه. فانا ما اعرفش فين الوصيه، ما شفتهاش. اختفت؟ طيب كانت موجوده واختفت؟ ما اعرفش برضو، ما اعرفش حضرتك. لان هي قالت هي كانت موجوده في بيتها. حضرتك البيت، مين اللي استلم البيت بتاع شيماء؟ كلنا كنا موجودين. كلنا موجودة. انا رحت لقيت الدنيا مقلوبه هناك. كان في حد قبلكم فتش؟ ما حدش فتش يا جماعه، ما فيش الكلام ده. احنا ما نعرفش الباسورد بتاع الخزنه. كانت مقلوبه ليه؟ على اختفائها. يعني الخزنه كان فيها وصيه ولا كان ولا فتح؟ كانش فيها اي حاجه. النيابه اللي فتحاها، النيابه العامه اللي فاتحه كله. ممكن تبقى عند النيابه. ممكن الوصيه اللي انت بتتكلم عليها. استاذه مها بتتكلم عنها. طب هي فين؟ استاذه مها اللي قالت ان هي موجوده واختفت. طب فين برضه؟ فين الوصيه دي؟ انا بسال حضرتك. لا طبعا ما اعرفش عنها اي حاجه. اللي فتح الخزنه وكل النيابه، وكل النيابه، وكل النيابه، واللي خد الاوراق. ولا على كنت على تواصل معاها وعرفت ان هي وصلت بحاجه؟ لا مفيش الكلام ده. يعني قبل وفاتها مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده، دي سمعه. مفيش الكلام ده. هي قالت ان هي كانت حاسه ان كان في مشكله حصلت. طب اقول لك حاجه، لو هي عندها حتى وصيه تسكن في شقه قانون جديد، ما ترد عليا. فين بقى الوصيه ده دي؟ كلام المحاميه اللي حضرتك وكلتيها قالت ان ما انت ما تزنقنيش برضو في خانه اليك مع المحاميه. لا هي انا اذكى منك. لا هي ايوه قالت ان كان في مشكله. انا ما سمعتهاش. قبل المشكله حسام مع حضرتك اللقاء، كان في مشكله قبل المشكله الاخيره. قلت 20 مره برضو اقول لك انا ما شفتش وصيه. ولو بنتي عندها وصيه تسكن في شقه قانون جديد. تمام. ها ايه رايك في اجابتي؟ تمام. طيب وصيه ايه؟ السمعه اللي طالعه دي، السمعه اللي طالعه دي، وعندها فيلا وعندها فين هو؟ ما توروني انا كأمها، وريني. انا ما شفتش اي حاجه الا الشقه القانون الجديد كانت ب8 لحد ما شيماء كانت ساكنه فيها، اما ماتت العقد الجديد ب10,000 ونص. طبعا مسلماها قدامهم. لو جددنا العقد مسلماها قدامهم. عشان مسلماها، مين اللي كان معايا؟ مين اللي كان حاضر؟ لا التانيين مسلماها، لاني ما اقدرش ادفع 10,000 ونص في سكن. هتاخدي اجراء قانون اكرامي؟ طبعا. وابوه هتحبسيهم ان شاء الله؟ ايوه ان شاء الله، بعون الله، باللي هما بيقولوا بالفجاءات بتاعتهم. يقولوا لي فيديو ليا انا. انا بحافظ على اسئلتي، ولو بقطع بالشياكة وبأدب، لكن هما بالمفتشر فأقاضيهم ولا ما أقاضيهمش؟ أقاضيهم. احنا شفنا اكرامي يوم الجنازه كان منهار جدا، وكان زعلان، وكنتوا انتوا مع بعض يعني. كان سال على اخته. كنتوا موجودين مع بعض وقتها يعني؟ ما بقول لك. ما انا عارفه. هطلع دلوقتي على الاخر. الله يبارك لك. يلا بعد ايه يا خالتي؟ انا نازل لك اهو. تمام يلا.